قلت اصبح عليكم الصباح الجميل ده. طبعا كلكم عارفين، اللي متابعيني عارفين ان انا بموت في السي فود. بصوا عملت بيتزا كده تجربه، عشان البيتزات الترند اللي طالع في السوق. بصوا وطريقتها هنزلها لكم بعدين، بسم الله ما شاء الله. فقلت اصبح عليكم كده بيها. احلى بيتزا عملتها بجد بجد، وحاولت اطلعها زيها، بس بصوا بجد بجد تحفه وحلوه ومش مكلفه قوي، وبجد بجد هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. لما انزلها حبيت اصبح على كل معجبيني، وارحب بجميع المعجبين من جميع الدول العربيه ومن مصر وام الدنيا، واقول لكم صباح احلى بيتزا بالجمبري بالسي فود. شكرا.